السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي ناخذ صفحة رقم 64 من كتاب النجاح في الرياضيات بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي، الوحدة الثالثة تقويم ودعم وتوليف التعلمات. إذا هنا عندنا شبكة تقويم التعلمات، كنشوفوا غير فيها الدروس اللي قريناهم مجموعين، واش مكتسبة أو في طريق الاكتساب أو أننا غير اكتسبنا، مثلا الأعداد العشرية، الأعداد الضرب، القسمة، المضلعات، المثلث المعين للمحيط والمساحة، حتى هي كذلك مكتسبة، هي حساب قياس مساحة المضلعات الاعتيادية، المربع، المستطيل، المثلث والمعين، حتى هي مكتسبة وديجا شفناهم مجموعين. نمرو دابا كاينة التمارين. تمرين رقم 1، أوجد عدد الأرقام بعد الفاصلة لكل من الجزئات التالية دون إجراء العملية، دون إجراء عملية الضرب ثم أحسب. إذا هنايا غادي نديرو العدد الأرقام اللي غتكون بعد الفاصلة من كل جداء، وعاد من بعد أننا نخرجو العملية ديالنا. مثلا بالنسبة لهاد العملية هادي غيكونوا عندي عددين قبل الفاصلة، إذا هنا غنجي ندير عددين قبل الفاصلة، أن هذا 1 + 1 هي 2، هنا عندي 1 + 1 هي 2، وهنا 3، إذا غيكونوا عندي 5 الأعداد قبل الفاصلة، وهنا غيكونوا عندي غير 2 أعداد قبل الفاصلة لأن هاد العدد صحيح طبيعي، وهنا غيكونوا عندي 3 الأعداد قبل الفاصلة لأن هاد العدد هو صحيح 16، وبالنسبة لهنايا غيكونوا عندي 2 + 1 هي 3، 3 الأعداد قبل الفاصلة. أما بالنسبة للمضاعفات نتاع 10 فراه الفاصلة كتكعد، مثلا هنايا إلا ضربت في 10 الفاصلة غتولي عندي هنا، يعني يولي عندي عدد 1 قبل الفاصلة. بالنسبة ل100 غيولي عندي هي غتمشي من عندي الفاصلة، ما يبقى عندي حتى شي عدد قبل الفاصلة، يولي عندي 0 عدد قبل الفاصلة. وهنايا هنا كذلك حتى هنا ما غتكونش الفاصلة، بالعكس انا غادي نزيدو 0 من عندنا. اذا نبداو الحساب، هنا كيف قلنا غتولي عندي 61.2، يعني ضربنا في 10 الفاصله تنتقل ليا لهنايا. ديما فاش كنضربوا في 10 والمضاعفات ديالها الفاصله كتمشي نحو اليمين، اي ان العدد كيكبر. هنا ثاني 12.53، الا ضربته في 100 ما غتبقاش عندي الفاصله، تحول بدرجه وحده بجوج، يعني غتولي عندي 1253.0. هاد الفاصله صفر ما كنديروهاش بلاش، كنديرو غير 1253. بالنسبه لهنايا غنتحول الفاصله بواحد جوج بثلاثه ديال الدرجات، لان هنا عندي 3 عندي 1000، اذا غتولي عندي 3 4 5 1 2، وغنزيد صفر من عندي باش تولي تكون عندي الفاصله هنايا ما بيناش. بالنسبه لهذا العدد هذا غادي ناخذ ورقه مستقله ونخرجو ونشوف 36.45 مضروبه في 17.3، 3 في 5 15، 3 في 4 هي 12 + 1 هي 13، 3 في 6 هي 18 + 1 هي 19، و 3 في 3 9. هنا عاوتاني 7 في 5 هي 35، اعتذر هنا ماشي 9، هنا 10، لان 3 في 3 9 + 1 الاحتفاظ هي 10. هنا 7 في 5 35، 7 في 4 هي 28 + 3 هي 31، و 7 في 6 هي 42 + 3 هي 45، و 7 في 3 هي 21 + 4 هي 25. نمشيو دابا لواحد، 1 في 5 5، 1 في 4 4، 1 في 6 6، 1 في 3 3. نقوم دابا بعملية الجمع، هنا 5 + 3 هي 8، 5 + 1 هي 6، 6 + 9 هي 15، وهنا 5 + 4 هي 9، 9 + 1 هي 10. نجي عاوتاني هنا، 6 + 6 هي 12 + 1 هي 13، وهنا 3 + 3 هي 6. وشنو قلنا هنا؟ عندي 3 الأعداد قبل الفاصلة، نعم، إذا حنا 1 2 3، إذا هنا غتكون عندي هنا 3 الأعداد قبل الفاصلة كيف ما قلنا، 630.585. هذا هو الجواب ديالي. نمروا العملية الموالية، 0.13 مضروبة في 7، غتعطيني 7 × 3 = 21، 7 × 1 = 7، 2 هي 9، و 7 × 0 هي 0.
وهنا قلنا عندي اعدادين قبل الفاصلة، اذا غنوضع الفاصلة ديالي هنا. اذا هنا عندي 0.91. نمروا للعملية الموالية، عندنا 0.134 نضربها في 16، نضربها في 16. 6 في 4 هي 24، 6 في 3 هي 18، زائد 2 هي 20. 6 في 1 6، زائد 2 هي 8، و 6 في 0 هي 0. نضع هنا النقطة. 1 في 4 هي 4، 1 في 3 3، 1 في 1 1، 1 في 0 هي 0. ودابا غادي نجمعو، غتعطيني هنا 4 4، 8 زائد 3 هي 11، 1 زائد 1 هي 2. والفاصلة فين قلنا هنا 16 فاصلة، هنا غتكون عندي 3 الأعداد قبل الفاصلة، إذا هنا غادي نجي ونوضع. إذا هنا الجواب ديالي هو 2.144. بالنسبة للعملية الموالية هي 4.5 مضروبة في 5.7، 4.5. هنا نبين غير الأجوبة باش ميبقاوش يبانين عندي غير الخطوط، هذا الجواب وهذا الجواب وهذا الجواب. إذا هنا عندي 4.5 مضروبة في 5.7، مضروبة في 5.7. 7 في 5 35، احتفظ بالثلاثة. 7 في 4 هي 28، زائد 3 هي 31. 5 في 5 25، 5 في 4 هي 20، زائد 2 هي 22. ودابا نكمل الحساب هنا، 5 5 زائد 1 6، 3 زائد 2 هي 5، وهنايا 2. شحال قلنا هنا عندي الاعداد قبل الفاصلة؟ عندي عددين. اذا هنا غادي نجي ونوضع الفاصلة ديالي ونكتب هنا الجواب 25.65. هنا ننتقلوا لاخر عملية، 8.146 مضروبة في 3.02. ضرب 2 في 6 هي 12، 2 في 4 هي 8، زائد 1 هي 9، و 2 في 1 هي 2، 2 في 8 هي 16. نوضع هنايا 0، 0 في اي عدد غيعطيني 0، 0 في 6 0، 0 في 4 0، 0 في 1 0، 0 في 8 كذلك حتى هي 0. ننتقل لهنا، 3 في 6 هي 18، احتفظ بالواحد. 3 في 4 هي 12، زائد 1 هي 13، و 3 في 1 هي 3، زائد 1 هي 4، 3 في 8 24. دابا غادي نجمع هنا 2، هنا 9، 8 زائد 2 هي 10، هنا 6 زائد 3 هي 9، زائد 1 هي 10، هنا 4 زائد 2 هي 6، و 4 نهبط 4 ونهبط 2. هنا قلنا عندي 5 الأعداد قبل الفاصلة، إذا هنا 1 2 3 4 5. الجواب ديالي غيكون هو 24.60092. فوالا، دونك هذا هو الجواب ديالي. فاش كنبغي نحدد عدد الارقام اللي غيكونوا عندي بعد الفاصله، كنشوف الجداءات بجوج، كنشوف مثلا عدد الارقام ديال هذا الجداء، هنا عندي عدد واحد قبل الفاصله، وكنزيد عليه عدد الارقام اللي عندي في الجداء الاخر. حتى هنا واحد، هنا جوج، ثلاثه، يعني هنا كنجي كنوضع ثلاثه الاعداد قبل الفاصله. نعم، نمروا دابا كاينه السؤال الموالي عندنا، هو احسب مساحة الجزء الملون. هنا عندنا هذا الشكل وهذا الشكل، نبداو بمساحة هذا الشكل. هذا المساحة نتاع المثلث كتقول لينا هي القاعدة في الارتفاع. هنا عندنا هذه هي القاعدة، لهذا على شكل مستطيل، هذا مقابل هذا، اذا راهم متقايسين، 8 زائد 4 هي 12. اذا حتى هنايا غيكون عندي 12 سنتيمتر مربع. اذا هنايا 12 هي القاعده مضروبه في الارتفاع، الارتفاع هو هذا، ما واضحش عندي، ما باينش، انا غنوضحو، نديروه يجيني هنايا فوالا. نفكر هنا، هذا هو الارتفاع.
ارسم فيها شنو كنلاحظوا انه مقابل لهاد سبعة، اذا راه كيساوي حتى هو سبعة. سبعة مضروب في سبعة ومقسوم على جوج، هذا هو المساحة نتاع هاد الشكل الاول. اذا هنايا 12 الا قسمناها على جوج غتعطينا هي 6، 6 في 7 هي 6 في 7 42. اذا المساحة نتاع هاد الشكل هذا، هاد المثلث هذا هي 42 سنتيمتر كاري. نمروا للشكل الموالي، عندنا هاد الشكل هذا، نقدروا مثلا نحسبوا المساحة نتاع هاد المثلث هذا والمساحة نتاع هاد المثلث هذا، ومن بعد نقصوا منها نجمعوهم ونعرفوا هاد المثلث شحال، ولا بامكاننا نحسبوا غير هذا نيشان. كيفاش غنديروا ليه؟ هنا غنديروا الاس، نديروا هذه اس واحد وهذه اس جوج. هنا نشوفوا القاعده هي هذه، هنا عطيني ديجا 60 20 عطاتها 20 سنتيمتر، وهنا 12. اذا غندير 20 ناقص 12 ونعرف هنا شحال، 20 ناقص 12 هي 8 سنتيمتر. اذا هنا عندي 8 سنتيمتر، هذه هي القاعده. اذا القاعده هي هذه 8 مضروبه في الارتفاع، عندها هاد المثلث هذا عنده ارتفاع خارجي، ما كاينش وسط الشكل، ما يمكنش اصلا يكون عندي ارتفاع وسط الشكل. هنايا عندنا ارتفاع خارجي هو هذا، هذا فيه هذا مقابل لهذا، اذا حتى هنا عندي 12 سنتيمتر، 12 سنتيمتر. اذا الارتفاع هو 12 مقسوم على جوج غتعطيني هي 12 مقسومه على جوج هي 6، 8 في 6 هي 48 سنتيمتر مربع. هذه هي المساحه نتاع هذا الشكل. ديما فاش كيكون عندي شكل هكا وكيكون عندي الارتفاع خارج الشكل، ماشي مشكل، كناخذو غير القياس نتاعو وكنحسبو، وكان بامكاننا اننا نديرو طرق اخرى، مثلا اننا نحسبو المساحه نتاع هذا المستطيل كامل ونقسم منو المساحه نتاع هذا المثلث وهذا المثلث، ولكن هاد الطريقه هذه تاخذ لنا وقت بزاف، داكشي علاش نستعملنا غير هاد الطريقه هذه افضل، وحتى هي عندها نفس النتيجه 48 سنتيمتر هنا 42 سنتيمتر. وهكا كنكونوا انهينا هاد الصفحه رقم 64 من كتاب النجاح في الرياضيات. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان، والى فيديو قادم ان شاء الله.